السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في برنامجكم نظرات في آيات يثمة في السماثين مرحبا يسوان لا سلاما أرث في ذي القرآن الكريم نقف مع قوله تعالى وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين سورة الأعراف الآية 151. هذا من دعاء موسى عليه الصلاة والسلام. دعاء بالرحمة. "وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين". الله جل جلاله هو مصدر الرحمات. هو الرحمن الرحيم. اشتق من الرحمة أسماء له منها الرحمن الرحيم ودعانا نحن الرحمة في حياتنا الاجتماعية في حياتنا الاقتصادية في جميع مجالات حياتنا وفي كل الاوقات ومن تمثل معاني الرحمة هذه الاعمال الخيرية التي يقوم بها الناس خاصة في هذا الشهر الفضيل في شهر رمضان من مساعدة للفقراء والمساكين وافطار الصائمين في الطرقات وفي المراكز والمقرات الخاصة وفي بيوتهم في بيوت الفقراء والمساكين والمحتاجين تمثل الناس في هذا الشهر الفضيل لمعاني الرحمه وانتشار الهمم في الاعمال الخيريه المتنوعه هذا من دواعي جلب الرحمه فالله ينظر الينا بعين الرحمه اذا تمثلنا نحن هذه الرحمه في حياتنا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن أيث مثلا اثيس سمثين يثمغلوين اللي يثب بوسام يه وخمسين دي صورة الأعراف فين يعني إن الرحمة الرحمة في هذه كل لوان الرحمة في هذه كل الوقت وذي رمضان الساعة القيمة أكثر باش إمذنا إمغذان إهليلان إوجيلان وكذا كي حواجان ورسعونا راه اغفلن ذي رمضان باش هذا الدهين كان ذي الطعن سن الطعن سيد يا ربي أذو زمان والظلان وذا عفلنا ربي سبحانه والخير يلا يعوم الخير اكنث الرحمة يرنا سيدي ربي اغدي ولي واغدي مقل الصيت من الرحمة نبي الشبيح صلى الله عليه وسلم ميل سام الرحمة يرون ربي اكن يرحم والرحمة ان شاء الله تسين راغ اما ذي الدنيس اما ذي الآخر العمل الخيري وهو من مظاهر الرحمة خاصه في هذا الشهر الفضيل هذا مظهر مشرق ومضي في حياه المسلمين لذلك ربنا قال في سوره البقره فاستبقوا الخيرات وتكررت الايه في سوره المائده فاستبقوا الخيرات وهناك ايه تذكر ايضا امرا بفعل الخير مطلق الخير بلا تحديد لطبيعته كما في سوره الحج الايه وسبعين وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فالله عز وجل امرنا بفعل الخير دون ان يحدد نوعا معينا للعمل الخيري لعده مقاصد الاول لتنتشر همم الناس في مجالات الخير فكل ميسر لما خلق له ثم ان الخير يظل دائما مستمرا لا ينقطع ما لم تنقطع انفاس المؤمنين وافعلوا الخير لعلكم تفلحون سيدي رب ديقار خذ مثل الخير ما بالخير اتنجحم وتفازم وتليث مديث نوان فمديث فسعديث هذه قبل ربي رمضان وان رمضان ناغ هذه قبل ربي الطعن ونكذ الطعن ناغ آمين آمين والحمد